الحضور الكريم، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اليوم العالمي لمحو الأمية تتنافس الحكومات الوطنية في استعراض إنجازاتها في مجال القضاء على الأمية وامتلاك الأنظمة التعليمية المواكبة للتقدم العلمي والمستجدات الطارئة على حياتنا المعاصرة وما تفرزه من تحديات، مع التركيز على دور المعلمين وطرائق التدريس من منظور التعلم مدى الحياة. ولكننا في العراق، في البلاد التي ظهرت فيها الكتابة لأول مرة، أصبحنا في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة في تدهور وانحدار ملحوظين على الصعد كافة، ولا سيما الحيوية منها كالتعليم والصحة والقضاء. ويسرنا في هذه المناسبة التي نحتفل بها اليوم بهدف التذكير بأهمية محو الأمية كمسألة كرامة وحقوق إنسان، أن نستضيف المحامية إيناس زايد، مسؤولة قسم حقوق الإنسان في منظمة فيستو الدولية ومقرها السويد، لإلقاء محاضرة تسلط الضوء على ما آلت إليه أمور القطاع التربوي والتعليمي ومستوى الأمية في العراق، فلتتفضل مشكورة. شكرا جزيلا لك أستاذ نعاء على هذا التقديم، وشكرا على الاستضافة، ومساء الخير للحضور الكريم ولمنظمين هذه الفعالية. يعني فعليا نحن نحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية اليوم، ولكن مع الأسف في العراق اليوم هو ليس مدعاة للاحتفال على الإطلاق، بسبب ما آلت إليه الظروف الحالية من تردي للتعليم بشكل عام، بالإضافة إلى يعني خروج العراق من التصنيف العالمي بحسب المفوضية، مفوضية حقوق الإنسان، وهذا الأمر يعني هو بالنسبة للدول هو أمر جلل. ليش؟ لأنه فعليا نحن نتحدث عن منظومة تعليم كاملة لا تشمل فقط التعليم الابتدائي وإنما أيضا الجامعات، وعندما نتحدث عن اعتماد الجامعات فنحن نتحدث عن استقطاب الطلبة الوافدين ويعني النهوض في العملية التعليمية والتربوية في العراق. لم يكن العراق يوما من الأيام بهذا الحال. أنا شخصيا تتلمذت على أيدي أكبر الدكاترة والمختصين وعلماء القانون العراقيين، ولي الشرف بذلك، وكانوا فعلا يعني من أقدر ويعني أنجح وأعلم المختصين في القانون بالنسبة لتخصصي أتحدث. بالإضافة إلى أنه كمحامية اليوم في أعمل في الأردن، هناك زملاء لي من كبار الأسماء في الأردن، ويعني مر على تخرجهم سنوات طويلة، هم من خريجي الجامعات العراقية. أقول ذلك لأنه هذا يعني اعتراف بفضل كبير كان للجامعات والصروح التعليمية في العراق، على ليس فقط يعني الأشخاص الذين درسوا في العراق من الأردن فحسب، أنا أينما ذهبت أجد أشخاص تتلمذوا على أيدي العلماء الموجودين في العراق. ولهذا أقول بأن الواقع الذي وصلنا له اليوم هو واقع ليس فقط مؤسف وإنما يدمي القلب، لأننا عندما نتحدث عن كمية الخبرات التي فقدناها في هذه المرحلة، في هذه الفترة الزمنية، بغض النظر عما يعني حدث فيها اليوم، نتحدث عن الآن، ما أين وصلنا ولماذا وصلنا إلى هذه المرحلة، هذا هو المسألة الأهم والأجدر بالمناقشة. الحق بالتعليم هو حق أساسي، حق لصيق بأي شخص، هذا ما نصت عليه كل المواثيق الدولية، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصولا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصولا إلى الاتفاقيات التي تنص على حقوق بعض الفئات سواء الطفل أو المرأة أو ما إلى ذلك. جميع هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية نصت بصراحة التعبير على الحق في التعليم، ولكن حق التعليم هو ليس حق منفصل عن باقي الحقوق. يعني اليوم أنا لما أحكي عن حق التعليم هو فعليا حق
ينبني عليه التنمية المستدامة في الدول، مسألة الاقتصاد ودعم الاقتصاد والحصول على حياة يعني ذات رفاهية إن صح التعبير. بالإضافة إلى ذلك فنحن ندعم عجلة التقدم والاقتصاد في أي دولة. التعليم هو اللبنة الأساسية من أجل رفد الدولة في الخبرات والموارد البشرية التي تقوم بدفع وتقدم تقديم عجلة التنمية في الدول. بالإضافة إلى ذلك فنحن يعني لدينا أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، واللي يعني حدها أو خلينا يعني لنقول إنه مدتها الزمنية هي تاريخ 2030، ومن إحدى هذه الأهداف هو تعزيز المنظومة التعليمية في البلدان. اليوم نرى يعني سواء في الوطن العربي بشكل عام أو في العراق على وجه خاص، نحن نرى بأن التعليم في تراجع مع الأسف، وهذا الأمر ليس فقط يعني بسبب الحرب، يعني اليوم ليس يعني ساهمت الحرب والاحتلال في هذا الأمر، ولكن ليس أو لم يكن السبب الوحيد لما وصلنا إليه اليوم. تكاتفت في سبيل ذلك عدة ظروف، أهمها الإهمال الذي لاقاه قطاع التعليم من قبل الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى بعض الممارسات اللي تم انتهاجها على مدار سنوات من أجل الوصول إلى هذا الهدف الذي أتمنى أن لا يكون مقصودا، لأنه فعليا عندما نتحدث عن إحدى أهداف العدو هو تجهيل الشعب، هو تجهيل الجيل. لماذا؟ حتى ما يكون واعي للمطالبة في حقوقه، وهذا الأمر يعني إن كان هو المقصد فقد نجحوا بذلك، ولكن تدارك المسألة هي من واجب الحكومة الشرعية أو الحكومة الموجودة أو المسيطرة، سلطة الأمر الواقع هي من تعكس أو تزيح يعني هذه الأهداف أو يعني تمنع هذه الأهداف من التحقق. بعض الممارسات يعني نحن اليوم نقف في عام 2021 ونرى هذا الحال، ونرى الرقم المهول الذي يقول بأن 3 ملايين طفل مستحقين للدراسة هم لا يلتحقوا اليوم في المدارس بالعراق. 3 ملايين و200 ألف طفل، هذه أرقام مهولة. عندما تحدث عن 50% أو 45% من الشعب العراقي اليوم أمي، متى كانت هذه النسبة موجودة في تاريخ العراق منذ وجود العراق أصلا؟ يعني نتحدث عن أرقام مهولة جدا، نتحدث عن يعني أعداد كبيرة. عندما نستشرف المستقبل كمان 10 سنوات شو بده يصير؟ إذا إحنا واصلين لهاي المرحلة اليوم بعد 10 سنوات ماذا سيحدث؟ عندما نتحدث عن تدخل لجهات متعددة في سير العملية التعليمية في العراق، لا نتحدث عن جهة واحدة فحسب، مش وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن التعليم في العراق. مع الأسف بخصوص موضوع ومشاهدات رصدناها كعاملين في القطاع الحقوقي وأيضا كأشخاص نوثق ما يحدث على أرض الواقع، بأنه كان هناك على سبيل المثال تحريض من قبل ميليشيات الحشد الشعبي لبعض الطلاب العراقيين، وهذا الأمر كان ممنهج منذ 5 سنوات ولغاية اليوم. ربما نتحدث اليوم عن أشخاص يخرج يعني يعطى لهم المال للخروج من المدرسة مقابل علامات كاملة في نهاية الفصل، يعني ليس فقط مقابل طبعا انضمامهم للميليشيات، ليس فقط مجرد مال وإنما أيضا علامات كاملة ويعني شهادة دراسية بدون دراسة. واليوم هذا الأمر فتح مجال وفتح الأبواب على مصراعيها حتى يتم تزوير الشهادات. نحن نتحدث اليوم عن شهادات سواء كانت ابتدائية أو ثانوية أو حتى شهادات جامعية، عمليات التزوير أصبحت اليوم يعني أسهل ما يكون أو أسهل ما يمكن أن يتم في العراق مع الأسف. عندما نتحدث أيضا عن موجات النزوح الداخلي التي لم تجد الحكومة العراقية لغاية اليوم أي حل لها، عندما نتحدث عن حرب تم إقامتها من قبل تحالف دولي ضد داعش، ضد ما يسمى داعش، تم تدمير فيها البنى التحتية وأيضا جل المدارس الموجودة في تلك المناطق دمرت بالكامل، لم يعد هناك مدارس أصلا. ولكن على الرغم من ذلك لم يتم بناء المدارس، نعم صحيح، ولكن كان هناك موجات نزوح من تلك المناطق إلى مناطق أخرى إلى مخيمات،
وتم منع هؤلاء الأشخاص من العودة إلى ديارهم حتى يقوموا بإعادة بناء المدارس والبنى التحتية ليصار إلى استمرار العملية التعليمية. وهذه الموجات وهذه يعني الكارثة بحد ذاتها وإن كانت كارثة مستقلة ولكنها مرتبطة ارتباط وثيق في مسألة استمرارية العملية التعليمية في العراق. عندما نتحدث عن عدم ثقة اليوم بالطلاب أو حتى في أهالي الطلاب من إرسال أبنائهم إلى المدارس لعدم وجود أمن، لعدم وجود يعني منظومة أمنية قد تكون يعني أو مكان قد يكون آمن لاحتواء هؤلاء الطلاب، وهذا أيضا من مسؤولية الجهاز الأمني الموجود بالعراق التابع أيضا للحكومة، وهذه مسألة أيضا غير منفصلة على الإطلاق. للأسف يعني القارئ لهذه المشاهد ولهذه المشاهدات ولهذه الحوادث حتى وإن كانت منفصلة ولكن هي يعني صورة مركبة، يعني عندما تركب كافة هذه الحوادث نصل إلى النتيجة التي نحن عليها اليوم. أنا شخصيا يعني أصبحت أبحث عن تبرير للحكومة العراقية عما يحدث اليوم، ووجدت تصريحات على لسان وزير التربية العراقي يقول بأنه ما وصلنا إليه اليوم في العراق ليس بسبب يعني ما يقال أو ما يذاع بأنه إحنا فعليا التعليم في العراق أصبح يعني من سيء إلى أسوأ، لا، إحنا فقط خرجنا من التصنيف العالمي لأنه لم نقم بدفع مبلغ من المال للاهاي حتى يقوموا باعتماد التعليم في العراق، وهذا خاطئ. يعني هذا ليس تبرير. بالنتيجة يعني دعونا نواجه الحقائق، الهروب من الحقيقة أو إعماء يعني غض النظر عنها أو غض البصر عنها هذا ليس حل، ولا يمكن أبدا الاعتراف بالحل بدون الاعتراف بالمشكلة. اليوم عندنا مشكلة، والمشكلة تتمثل بشكل أساسي بأنه الحكومة العراقية لا تجد التعليم أولوية. تخصص الحكومة العراقية 6% فقط من ميزانيتها من أجل دعم التعليم في الوقت الذي يعني تصب فيه الدول أغلب الميزانية من أجل دعم التعليم، لأن التعليم هو العجلة المحركة لكافة القطاعات في الدولة. ضعف الاقتصاد يشابه يعني هو ليس ضعف الاقتصاد هي ضعف يعني تمويل القطاع التعليم ليس مرتبط بضعف الاقتصاد، لأنه كما نعلم أيضا بأن هناك العديد من قضايا الفساد الموجودة في العراق، المال موجود ولكنه لا يصرف بالشكل الصحيح. أين دور ضبط المال العام وضبط الفساد في العراق؟ أيضا هذا التساؤل يوضع على الطاولة لمناقشته لإيجاد الحل ليس لتعقيد المشكلة. يعني نحن نتحدث اليوم ويعني وجدنا بأنه أكثر من مشكلة موجودة، نبحث عن حلول لهذه المشاكل ليس الوقوف فقط عليها وإنكارها. أيضا في مسألة يعني تراجع وتدني المستوى التعليمي، أصبحت البيئة الموجودة في العراق اليوم حتى طاردة للكفاءات القادمة من الخارج. يعني اليوم حتى وإن كان هناك تخصص معين يراد تدريسه في العراق، العراق لم يعد جاذبا لهذه الكفاءات. يعني فيما سبق كان الأشخاص جراء الامتيازات التي يحصلون عليها في العراق، جراء قوة التعليم، مستعد الشخص أن يتغرب ويذهب إلى العراق من أجل التدريس في العراق. اليوم لم يعد هذا الأمر موجود، ولم يعد العراق جاذب للكفاءات حتى يتم الاستفادة منها. كل هذه الأمور، كل هذه المشاكل التي نضعها ونستذكرها اليوم في اليوم العالمي لمحو الأمية لابد أن تخرج عنها توصيات. هي ليست فقط تسليط الضوء على هذه المشاكل وذكرها فحسب، لابد من أن يكون هناك تحرك من أجل إنهاء هذه المشاكل. كمنظمات حقوقية نحن نقوم بإعطاء التوصيات إما للمقررين الخواص التابعين للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان أو من خلال التقارير نسلط الضوء إعلاميا على هذه المشاكل حتى يصار إلى إيجاد الحلول لها، حتى يصار إلى تخيل النتائج بعد مرور زمن إضافي. لأن اليوم فعلا إذا وصلنا إلى مجتمع مجهل بالكامل، نحن اليوم عندنا 50% من المجتمع العراقي أمي، إذا وصلنا إلى مجتمع مجهل بالكامل ولم
نتدارك الأمر اليوم من أجل تخفيض هذه النسبة، نحن نتحدث عن ظلام، يعني ظلام دامس في المستقبل، وسيدفع العالم على فكرة، وليس فقط يعني المنطقة، سيدفع العالم ثمن هذا التجهيل وبالا عليه، لأنه الجهل كما نعرف هو بؤرة انتشار الفساد وانتشار وتفشي حتى التطرف والإرهاب وما إلى ذلك. يعني في نهاية حديثي ولا أريد أن أطيل، ولكن يعني حاولنا إجمال واستذكار كافة المسائل المرتبطة في قطاع التعليم بالعراق اليوم، وما هي المشاكل التي تواجهه وكيف سنقوم بحلها. أقول بأنه لابد من أن يكون هناك ليس التفات، هو تحرك فوري من قبل الحكومة من أجل يعني اليوم قبل الغد، من أجل النهوض وتدارك المسألة أو الموضوع التعليمي في العراق، منع أي تدخل سلبي لأي جهات متعددة في المنظومة التعليمية في العراق، هذه أولوية اليوم، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية بشكل عاجل، وأيضا تمكين الأشخاص من الولوج إلى المدارس والجامعات كما كان العراق سابقا بشكل مجاني، وأيضا بشكل متاح للجميع وبشكل إلزامي، أيضا ليس كل من يريد أن يترك المدرسة يتاح له الأمر. هذه الأمور تحتاج إلى جهد كبير داخلي وخارجي بالطبع، ولكن ليس الاستسلام إلى الواقع الحالي والواقع الموجود هو المطلوب في هذا الوقت. يعني نتمنى ويعني نشكر طبعا جهود القائمين على هذه الندوة حتى يصار إلى الحديث أكثر عن ماهية الحلول. ربما لدى حضراتكم يعني أيضا حلول قد تؤخذ بعين الاعتبار، ونشكر يعني قناة الرافدين لإيصال الصوت للأشخاص المعنيين، لعل وعسى أن يتم أخذ بعين الاعتبار بهذه التوصيات. تمام. شكرا للمحامية إيناس زايد. نفتح الآن باب الأسئلة والمداخلات مع الالتزام بالوقت بدقيقتين. هل هناك دور منظمات المجتمع المدني في يعني منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الدولية لها دور، دورها الأساسي بمتابعة الأمر في توثيق ما يحصل على الأرض، ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية. كمنظمات دولية هناك العديد من يعني الأدوات التي من الممكن استخدامها. لما ذكرت قبل قليل عن موضوع مجلس حقوق الإنسان، هناك تقرير دوري شامل كل 4 سنوات لكل دولة يتم فيه استعراض حالة حقوق الإنسان في هذه الدولة، ومن ضمن هذه الحقوق بالتأكيد حق التعليم. عند عرض حالة حقوق الإنسان في هذه الدولة يتم إعطاء توصيات من قبل الدول المشاركة في مجلس حقوق الإنسان. العراق يقوم إما بالالتزام أو قبول الالتزام بهذه التوصيات أو رفضها. عند قبول الالتزام في هذه التوصيات بعد 4 سنوات يجب أن يغير الواقع ويغير الحال، لا يقبل أبداً أن يبقى الحال على ما هو عليه. إذا رفض تطبيق هذه التوصيات، هذا الأمر يؤثر على أكثر من صعيد. أولاً الصعيد السياسي، عندما ترفض توصية دولة معينة يكون هناك فعلياً شرخ بين العراق وهذه الدولة. بالإضافة إلى ذلك فهو الأمر مربوط أيضا في التسهيلات التجارية والمالية التي تمنح للعراق لاندماجه في العالم بشكل عام. فهناك وسائل، يعني نحن نقول قانونيين، هناك وسائل من الممكن إلزام فيها الحكومة العراقية بأن تتحسن، ولكن هذا الجهد لا يمكن أن يكون من طرف واحد فقط. الحكومة العراقية يجب أن تعي التزاماتها اليوم أمام المجتمع الدولي إن لم يكن أمام شعبها، وإن كنا نقول بأن الأولوية هي الالتزامات أمام الشعب، لأن الشعب هو الذي يعيش في هذه المنطقة، ولكن أيضا لدى الحكومة العراقية التزامات أمام المجتمع الدولي، أمام الأمم المتحدة، أمام مجلس حقوق الإنسان، أمام دول العالم التي أعطت هذه التوصيات ولم تلتزم بها الحكومة العراقية. أسباب تفاقم ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس والأثر من المستقبل راح يكون هو أكثر شيء اهتمام أكثر ولا في شيء ثاني؟
يعني ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس أولا لها عدة أسباب. أولا نحن نتحدث عن غياب للأمن الذي كما ذكرت يجعل الأهالي يعني يرغبون بإرسال أبنائهم للمدارس، ولكن أيضا الفقر اليوم يجعل هناك العديد من الأشخاص أو العائلات التي تفضل إرسال أبنائهم إلى سوق العمل بدلا من المدرسة لإعالة الأسرة بشكل عام. أيضا بالإضافة إلى ذلك بعض الأماكن يعني البنى التحتية فيها غير مؤهلة لإرسال المدارس، لا يوجد هناك معلمين في بعض الأماكن، مثلا في المخيمات حتى الذي يرغب بالدراسة لا يوجد لديه يعني الأساسيات، أساسيات التعليم. بالإضافة إلى ما ذكرت لك يعني انتساب بعض الأطفال إلى جماعات مسلحة، هذا الأمر أيضا يعزز مسألة التهرب من المدارس. غياب الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم حول موضوع إلزامية التعليم، حتى لو إن فرض إلزامية التعليم اليوم لا يوجد هناك تفتيش على المدارس لمعرفة من الذي يتسرب ومن الذي يداوم. يعني هذه الأمور كلياتها بالإضافة إلى طبعا الفساد تعزز مسألة تسرب من المدرسة. لاحقا ماذا سيحدث؟ بالتأكيد النتيجة المنطقية هو أنه تسرب من المدارس وازدياد ظاهرة التسرب من المدارس سوف تؤدي بنا إلى زيادة أعداد الأشخاص سواء الأميين أو غير المتعلمين في العراق مع الأسف. شكرا للإخوة في قسم حقوق الإنسان على هذا المقام وعلى هذا التجاوب مع التواريخ الدولية لقضايا حقوق الإنسان. والشكر موصول أيضا للإخوة الحاضرة على عندي فقط ملاحظة هي شكلية ولكنها بالنسبة لنا في حين وفي طول مناهج الاحتلال هي أساسية. ورد على لسان المتحدثة عبارة الحكومة الشرعية في العراق مرتين، يعني غير مقصودة، نعرف تماما من السياق أن الأمر غير مقصود، ولكن أؤكد على أنه لا توجد حكومة شرعية في العراق. الموجود هي حكومات احتلال، والاعتراف الدولي بهذه الحكومات لا يعطيها الصفة الشرعية وينزع عنها كل مشروعية تحاول أن تسعى إليها. وبالتأكيد أيضا على ذلك بمناسبة الحديث عن اليوم العالمي للمرأة الأمية، فمن يحكم العراق أو كثير من يحكم العراق في هذه الأيام أميون ومسلمون. تمام، يعني شكرا دكتور على مداخلتك. يعني هو فعليا ذكر الحكومة الشرعية ليس تشريفا بقدر ما هو تكليف، لأنه أنا اليوم عندما أتحدث عن من هي السلطة الحاكمة في العراق، من هو المسؤول، يعني أنا اليوم عندما أتحدث عن شخص يحكم بدي ألزمه فيما يحكم فيه، يعني قراراته المتخذة هذا هو مسؤول عنها. عندما أتحدث عن مثلا بلدة محكومة من قبل ميليشيات مسلحة، الميليشيات غير يعني مسؤولة دوليا عما تفعله، ميليشيا مسلحة تقوم بما تفعل، يعني هي أصلا خارج نطاق القانون أو خارج عن القانون. فمسألة الحكومة الشرعية ليست تشريف وليست يعني فكرة إنه إضافة الشرعية عليها بالمعنى المقصود، بمعنى انتخابات وقد تمت انتخابات وفقا لإرادة الشعوب والشعب هو الذي يحكم من خلال هذه الحكومة. لا، المسألة هي كما تفضلت الاعتراف الدولي بهذه الحكومة كونها هي السلطة الفعلية الموجودة على الأرض. وعندما أتحدث عن حكومة العراقية اليوم فهي مسؤولة بشكل كامل سواء أمام الشعب العراقي أو أمام المجتمع الدولي، وهذا ما أريد أنا في هذا يعني الوقت. أريد مسؤولية تقع على عاتق هؤلاء الأشخاص، وإن كان هناك أي أخطاء فيجب أن يحاسب كل شخص مخطئ أو مرتكب لأي جريمة. إذن في ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نجدد شكرنا للمحامية إيناس زايد مسؤولة قسم حقوق الإنسان في منظمة فيستو الدولية ومقرها السويد على ما أضافته من معلومات قيمة عن مستوى الأمية في العراق والوقوف على ما أصاب قطاع التعليم من تدهور حاد في الجودة، وأيضا شخصت أسباب اضطرابات تعلم القراءة والكتابة التي أفرزها الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد منذ احتلال العراق في عام 2003. والشكر موصول لكم جميع الحاضرين ولكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.